سياح لاعب الداخليه يمكن مركز عليه بشكل كبير مستر برادلي بالتساوي مع محمد احنا النني. احنا مركزين عليه احنا يعني المشاهد ما بيبقاش متابع انه واعتقد يمكن يعني خلينا نقول ان راي المشاهد ممكن يكون افضل في الناحيه دي من راي مستر برادلي، لان معظم النقاد الرياضيين ومعظم المشاهدين مش شايفين ان احمد تمساح، مع احترامي ليه طبعا مهاجم ممكن يكون مميز على مستوى فريقه، لكن على مستوى منتخب مصر مباراه دوليه رسميه ما عداش فيها بشكل جيد، وحتى يعني رقميا خلال ال 23 مباراه سجل هدفين فقط، يعني هو لاعب المفترض انه راس حربه خلال بالظبط 23 مباراه سجل هدفين فقط، فده طبعا رقم ضئيل جدا. بيتساوى مع محمد النني برضو شارك في 23 مباراه من اجمالي 31 مباراه لعبها منتخب مصر في عهد برادلي. بعديهم بيجي محمد صلاح في المركز الثالث 21 مباراه، ثم احمد حسن مكي الرابع 20 مباراه، ثم احمد المحمدي ومحمد ابو تريكه الاثنين بالتساوي 18 مباراه كل منهم، ثم احمد حجازي وابراهيم صلاح كل واحد فيهم 17 مباراه، واخيرا عبد الشافي واحمد فتحي كل لاعب منهم شارك 15 مباراه مع مستر برادلي. دول اكثر 10 لاعبين مشاركه للمباراه الرسمي عندنا فيهم قد ايه تقريبا؟ يعني مشاركات مثلا احنا هم لعبوا خمس مباريات رسمي، لا اكتر. برادلي يمكن بندخل على ثلاث سنين دلوقتي، كان في تصفيات امم افريقيه اللي خرجنا منها، مش بتكلم على التصفيات يعني رسمي يمكن وصلوا حوالي 10 مباريات تقريبا في عهد برادلي تقريبا 10 مباريات وحوالي 20 مباراه وديه. المعيار اللي بيخلي اللاعب ده بيشارك اكتر، هل علاقته ببرادلي ولا رؤيته الفنيه، انه يعني اهميته، عدد الاصابات اللي كانت موجوده في مع اللعيبه او عدم غيابات عناصر مؤثره بيخلي استعانته باللعيبه دي اكتر؟ هو المفترض بالمنطق على الورق يعني في ارض الواقع ان يكون من الناحيه الفنيه هي اللي تكون بتؤثر فعلا على مشاركه اللاعبين، لكن اعتقد وجود تمساح على راس القائمه، موجود كمان احمد حسن مكي برضو رابع لاعب بيشارك 20 مباراه، مع احترامنا برضو ليه يعني على المستوى الدولي ما قدمش ما يثبت ان هو يعني يكون عنصر اساسي في منتخب مصر، لكن ممكن برضو نلتمس العذر لبرادلي لان معظم اللعيبه النجوم في خط الهجوم تحديدا بعدوا تماما عن المشاركات. عماد متعب، عمرو زكي، ميدو اعلن اعتزاله، محمد زيدان غايب بقاله فتره، فدول يمكن رؤوس الحربه اللي كنا بنعتمد عليهم مع منتخب مصر، فبالتالي برادلي بيحاول ان هو يدفع او يجهز بديل جديد كراس حربه، بيجرب تمساح، بيجرب احمد حسن مكي، لكن ما اعتقدش ان هم اثبتوا اخر الاخبار سمعتها عن ميدو انه بيتجه للتدريب دلوقتي، عالم التدريب في انجلترا، هل صحيح الكلام ده؟ فعلا اخذ دوره تدريبيه، ويمكن بيحاول ان هو يبتدي يكون مدرب مساعد مع احد المدربين، ممكن يبدا في دوري الدرجه الثانيه في انجلترا بالظبط، بالاضافه لان هو طبعا محلل فني دلوقتي في احدى القنوات الفضائيه الرياضيه، بدا عالم التحليل فاعتقد هيكون ليه مستقبل كويس. مقدم مستوى كويس يعني بالظبط، بدايه جيده جدا، هو عنده خبره طبعا كبيره من خلال احترافه، اعتقد هتدي له يعني عنصر ايجابي. طب ده جميل. مين من العناصر، يعني احنا اتكلمنا على اكثر مشاركه، لكن مين اكثر العناصر كانت تهديفيا؟ واحنا زي ما قلنا كده انه يعني تمساح ما جابش اهداف كتير رغم انه اكثر مشاركه، مين اللي يعني في التقييم او في الاعداد الاهداف؟ طبعا محمد صلاح هو هداف منتخب مصر في الفتره الاخيره في عهد بوب برادلي، يمكن سجل 15 هدف في 21 مباراه شارك فيهم، اعتقد رقم ايجابي جدا لمحمد صلاح، وماشي بشكل جيد سواء مع المنتخب او مع بازل، هنتكلم عليه كمان شويه ان شاء الله في فقره المحترفين مع بازل. بيجي بعديه كابتن محمد ابو تريكه 10 اهداف مع منتخب مصر، ثم احمد حسن مكي ومحمد ناجي جدو كل واحد فيهم 6 اهداف دوليه مع برادلي، واخيرا احمد عيد عبد الملك واحمد خيري لاعب الاسماعيلي المنتقل حديثا للاهلي كل واحد فيهم 3 اهداف دوليه في مباراة ال 31 مباراة الرسمية. جدو اخباره ايه؟ بيقول انه هيرجع في 9 لسه غالبا ممكن نص 9 او اخر 9، بيحاول ان هو يتعافى، لكن طبعا ما اعتقدش ان هو هيلحق المباريات الاهلي في دوري ابطال افريقيا لغايه نهايه دوري المجموعات، يعني الاهلي عنده 3 مباريات لسه، ليوبارتم ثم الزمالك ثم اورلاندو، اعتقد هيغيب عنهم، ممكن يبتدي يشارك من السيمي فاينال لو الاهلي ان شاء الله تاهل للدور قبل النهائي. ومتعب اخباره ايه؟ متعب يعني تعبان لسه، الحال متبدل يعني شويه، بيقول ابتدى يرجع ثم يبتدي يحاول يرجع ينزل تاني، يلاقي نفسه لسه مصاب، فاعتقد برضه قدامه حوالي شهرين كمان لسه عمال ما يرجع الملعب. طيب خلينا بقى، صحيح انا كنت بس على لعيبه الاهلي بس هم لعيبه منتخب برضه، ولكن خلينا نروح بقى لمباراتي الاهلي والزمالك، وابدا بالزمالك. الزمالك كانت امام يعني قدم مباراه سيئة بحكم النتيجة 4-1 أمام أورلاندو. وضع الزمالك في دور أو دور المجموعات شكله إيه؟ وهل ليه تاريخ معين يعني خلينا نستقرئ منه إيه اللي ممكن يحصل معاه؟ طبعا الزمالك عنده أزمة كبيرة ومشكلة كبيرة رقميا برضو في عالم الإحصائيات والأرقام، إن آخر فوز حققه الزمالك في دوري المجموعات في دوري أبطال أفريقيا كان بتاريخ 4 أغسطس سنة 2008. 4 أغسطس 2008 يعني أكتر من خمس سنين دلوقتي، بالظبط أكتر من 5 سنين كمان. كان آخر فوز على فريق ديناموز بطل زيمبابوي هنا في القاهرة 1-0 بالهدف 1-0. بعد كده لعب 4 مباريات في 2008 ما حققش فيهم أي فوز، يمكن معانا برضو الجدول. لعب أسك مرتين تعادل سلبي وهزيمة 3-0، تعادل مع الأهلي 2-2، ثم خسر من ديناموز 1-0،
0 دول اربع مباريات في 2008. الموسم اللي فات اللي هو 2012 برضو وصل دوري المجموعات لعب فيه 6 مباريات ما حققش اي فوز فيهم. يعني في خلال 2012 دوري المجموعات بالكامل 6 مباريات في المجموعه ما حققش اي فوز. خسر من تشيلسي الغاني 3-2، ثم خسر من الاهلي 1-0، مازيمبي كونغولي هزيمتين متتاليتين 2-0 و2-1، ثم تعادل مع تشيلسي هنا في القاهره 1-1، واخيرا تعادل مع الاهلي ايضا 1-1. الموسم ده 2013 3 مباريات لغايه دلوقتي، هزيمه من تعادل مع الاهلي 1-1، وهزيمه من ليوبار الكونغولي 1-0، ثم اخيرا هزيمه من اورلاندو 4-1. يعني 13 مباراه متتاليه للزمالك في دوري المجموعات، 8 هزائم و5 تعادلات، اعتقد رقم سلبي جدا، يمكن لم يحدث في تاريخ الزمالك بالكامل ان هو لم ينجح في تحقيق اي فوز خلال 13 مباراه في دوري المجموعات في دوري ابطال افريقيا. اعتقد رقم سلبي، يجب على اداره النادي ان هي تشوف تحاول تعالج الازمه دي. الزمالك بيقدم نموذج ايجابي ولا سلبي في المشاركات الافريقيه؟ لا، نموذج سلبي طبعا جدا. يعني 13 مباراه في دوري المجموعات بدون اي فوز، 8 هزائم، يعني 5 تعادلات، وسط 16 فريق مشاركين في اعتقد المسابقات الدوري او الكونفدراليه. وضعه ايه؟ حسوا شكله ازاي؟ الارقام هي بتقول ايه؟ هي الارقام اللي بتقول، يعني للاسف مش انا اللي بقول. طبعا زي ما قلنا كله الارقام هي اللي بتتكلم. للاسف الشديد برضو الزمالك في البطولتين السنه دي سواء في دوري الابطال او في كاس الكونفدراليه بالارقام هو يعتبر أسوأ فريق في البطولتين، في البطولتين اللي بيشاركوا. سواء في دوري الابطال في 8 فرق وصلوا دوري المجموعات، في كاس الكونفدراليه برضو 8 فرق. معانا جدول الترتيب للبطولتين، دوري ابطال افريقيا المجموعه الاولى اورلاندو الاول 7 نقاط، ثم الاهلي وليوبار كل منهم 4 نقاط، ثم الزمالك المركز الرابع والاخير نقطه. المجموعه الثانيه الترجي التونسي والقطن الكاميروني الاثنين متساويين في المركز الاول 6 نقاط لكل منهم، ثم سيوي سبور الايفواري والكرياتيف الانغولي 3 نقاط لكل منهم. فبالتالي ما فيش اي فريق في دوري الابطال معاه نقطه واحده غير الزمالك فقط، هو يعتبر اقل الفرق من الناحيه الرقميه. طبعا معانا برضو جدول الكاس الكونفدراليه، الترتيب بطوله كاس الكونفدراليه، المجموعه الاولى الصفاقسي التونسي الاول 9 نقاط، ثم النجم الساحلي 4 نقاط، ثم سان جورج الاثيوبي 3 نقاط، واخيرا الملعب المالي نقطه واحده. المجموعه الثانيه اللي بيتصدر البنزرتي التونسي 5 نقاط، ثم مازيمبي الكونغولي 4 نقاط، المركز الثالث الفتح الرباطي المغربي 4 نقاط، واخيرا وفاق سطيف الجزائري نقطتين. ما فيش برضو يعني الفريق الوحيد اللي معاه نقطه زي الزمالك في الكونفدراليه هو الملعب المالي، لكن حتى يعني تعديل معدل الاهداف بتاعه افضل من الزمالك. الزمالك سجل هدفين دخل فيه 6 اهداف، بالتالي هو الرصيد التهديفي بتاعه ماينس 4. الملعب المالي سجل هدف ودخل فيه 4 ماينس 3، فبالتالي الزمالك رقميا بدنا حساب النقاط والاهداف هو اسوا فريق من بين 16 فريق بيلعبوا في دوري المجموعات سواء في دوري الابطال الافريقي او في الكونفدراليه الافريقيه. يعني اتعشم ان ده ما تبقاش يعني صفه ملاصقه ليه، وانه الحال يتبدل والحظ يتغير ان شاء الله ويبقى من الافضليات. طيب من النجوم اللي مركزين عليهم